الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خالص الشكر والتقدير والثناء العطر للجنة المنظمة لهذا المحفل العلمي المتميز ولإتاحة هذه الفرصة. حضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم هذا البحث الذي رمت من خلاله كشف الستار عن أهم أو عن بعض ملامح المنهج الإصلاحي في الفكر الكلامي المغربي وأثر ذلك في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. هذا الإصلاح الكلامي الذي أثر بشكل عام في المشهد العام لتشكيل الشخصية المسلمة في العالم الإسلامي، وكان له الأثر الكبير في ترسيخ قيم الوسطية وتحقيق التعايش بين أفراد المجتمع. ولقد كان الفكر الأشعري وما يزال داعيا إلى الإصلاح والتسامح والوسطية والاعتدال. هذا الإصلاح الذي دعا إليه القرآن وتمثله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضع لبانه صحابته الكرام من بعده وارتضاه المسلمون واختاره المغاربة منهجا لهم في التعامل مع قضاياهم الدينية والاجتماعية. وقد وسمت بحثي هذا في ملامح المنهج الإصلاحي في الفكر الأشعري المغربي وأثر ذلك في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. فما هي الإشكالية التي يعالجها هذا البحث؟ إشكالية البحث إن من بين الركائز الأساسية لهويتنا المغربية اختياره للمذهب العقدي الأشعري الذي ارتضاه المغاربة منذ قرون. وقد شكل هذا الثابت من ثوابت أمتنا الشخصية المغربية بكل أبعادها. ولقد كان لعلماء الكلام المغاربة منهج خاص بهم ساروا عليه في تجديد وإصلاح الخطاب العقدي، وحاولوا من خلاله المساهمة في نشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش. إذن فما هي أهم ملامح هذا المنهج؟ ليس المنهج الأشعري العام، وإنما المنهج الأشعري المغربي. ما هو الدرس؟ ما هو دور الدرس العقدي الأشعري في تشكيل الشخصية المغربية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش؟ هل أسهم العلماء المغاربة في ترسيخ هذه القيم؟ وهل كان للفكر الأشعري منهج إصلاحي خاص به تميز به عن غيره؟ وأين يظهر هذا التميز؟ وما هي أهم القضايا العقدية التي تظهر ملامح الإصلاح الفكري العقدي الأشعري المغربي؟ وهل لهذا المنهج الإصلاحي دور في ترسيخ قيم التسامح؟ هل هناك نماذج مشرقة في تاريخ أمتنا كان لها دور بارز في ترسيخ هذه القيم؟
منهاج هذا الإصلاح وما هي أهم المظاهر والتجليات المنهج الإصلاحي لدى المغاربة؟ هذه إشكالات وغيرها نحاول بإذن الله تعالى الإجابة عنها في هذا البحث، محققين بذلك الأهداف الآتية. أول هدف نحاول تحقيقه في هذا البحث إبراز ملامح المنهج الإصلاحي عند أشاعرة الغرب الإسلامي. ثانيا، إبراز مظاهر الإبداع والتميز في الفكر الأشعري المغربي. ثالثا، إبراز معالم منهج الأشاعرة في الأخذ بالوسطية والاعتدال. رابعا، الكشف عن القضايا العقدية التي سلك الأشاعرة فيها منهجا إصلاحيا. خامسا، إبراز دور بعض علماء الغرب الإسلامي في تجديد النشاط الفكري الأشعري بالمغرب. سادسا وأخيرا، ترسيخ ونشر الفكر الوسطي الأشعري الإصلاحي وبيان أثره على تعايش وتسامح المجتمعات. يتضمن هذا البحث مقدمة وفصلا تمهيديا وفصلين وخاتمة. أما المقدمة فبينت فيها إشكالات البحث، أهمية البحث، أسباب الاختيار، خطة البحث وأهدافه. فصل التمهيد قمت فيه بضبط المصطلحات الأساسية لهذا البحث، مصطلح العقيدة الأشعرية، مصطلح الوسطية والاعتدال، ماذا نقصد بالمنهج الإصلاحي، مفهوم الرابع حدود الغرب الإسلامي. الفصل الأول عنونته بمظاهر الفكر الإصلاحي عند أشاعرة الغرب الإسلامي، وتحته مبحثان. المبحث الأول، معالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة. المبحث الثاني، مظاهر الإصلاح العقدي في فكر الإمام المتكلم المحقق أبي القاسم عبد الجليل بن أبي بكر الرابعي القروي الديباجي الأشعري المالكي الفاسي، المتوفى في منتصف القرن الخامس، من خلال كتاب التسديد الذي يعد أقدم نص في العقيدة الأشعرية يصلنا لحد الآن. وفيه مجموعة من المطالب، أربعة مطالب. الفصل الثاني معنون بالفكر الأشعري الوسطي وأثره في نماء وترسيخ قيم التسامح والتعايش، فيه مبحثان. المبحث الأول، قضايا الأشعرية، القضايا العقدية الأشعرية والتجليات الوسطية والاعتدال فيها، ذكرت حوالي 10 قضايا. المبحث الثاني، الفكر الأشعري الوسطي المغربي وأثره في نشر الوسطية وقيم التسامح والتعايش. أتجاوز الحديث عن الفصل التمهيدي لأدخل مباشرة في المبحث الأول من الفصل الأول المعنون بمعالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة. عند استقرائنا لما أبدعه المغاربة من تصانيف عبر قرون خلت منذ دخول الفكر الأشعري للغرب الإسلامي في القرن الرابع إلى اليوم، نجد أن المغاربة أبدعوا في تنزيل القضايا للناس، القضايا العقلية، أبدعوا في مناقشة الخصوم، أبدعوا حتى في استدلال الكلام، أبدعوا تصنيفا وتأليفا، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي برزت في الفكر الكلامي المغربي. وقد تتبعت هذه الإصلاحات الكلامية فوجدت أن من أهم معالمها الكبرى ما هي؟ أولا، إرجاع كل مسألة عقدية إلى أصلها من القرآن والسنة. إن تتبعنا لنصوص علم الكلام أشعري المشرقي نجد أن بعض التآليف تكاد تخلو من الاستدلال النقلي أو من النصوص النقلية التي يستعملها المتكلم في الاستدلال. لماذا؟ لأن غالبية كلام المتكلم هو مع خصمه، إما مع أرباب الديانة الأخرى أو من الفرق الضالة، فالغالب المستعمل فيها المنهج الحجاجي العقل القائم على الحجة والبرهان. ولنا مثلا في الإمام الرازي نموذج على ذلك. لكن ما يميز المتكلم المغربي هو جمع
استدلال العقل والنقل ومحاولة الاستدلال على كل مسألة وكل أصل من السلف. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام الديباجي رحمه الله في مسألة الأجل، نذكر مثالا على هذا. قضية من المسائل من القضايا التي وقع فيها نقاش بين المعتزلة وغيرهم، يرى الإمام الديباجي رحمه الله أن الميت يموت بأجله المقدور، وأنه يجوز وصف الله بالقدرة على ما لم يفعله، وذلك بأن يبقي من أماته ابن 20 سنة إلى 30 سنة أو ما هو أكثر. وإن كان لا يفعل ذلك كان المعلوم عن حاله أنه يميته ابن 20 سنة. يقول: ولن يجوز ترك فعل ما في المعلوم أنه يفعل، لا يجوز هذا. وإن كان مقدورا تركه على أنه لو ترك لكان السابق في المعلوم أنه يترك. وهذا خلاف الإمام يذهب إليه المعتزلة من أنه إنما يوصف بالقدرة على ما علم أنه يفعله، أما ما علم أنه لا يفعله فيقولون لا يوصف بالقدرة عليه. ولمن أراد أن يتحقق من هذا القول يمكنه الرجوع إلى المغني، إلى شرح الأصول المجموع جرد المقالات والفيصل لابن حاسب. ويدلل على هذا بالنقل على مطلق ما قاله المعتزلة فيقول ويستدل عليه بقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. واستدل عليهم أيضا بقوله تعالى، بعدما استدل عليهم بالعقل طبعا، واستدل عليهم بقوله تعالى: بلى قادر على أن نسوي بنانا. ويقول الإمام رحمه الله يقول: دهش المعتزلة، دهش المعتزلة عند ذكرنا لهذا الدليل عليه. وهنا فاش التمييز، هنا التميز ديال المفكر المغربي أو المتكلم المغربي. هذا باختصار، وهناك أدلة كثيرة على هذا في كتاب التسديد. ثانيا، من معالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة إنزال علم الكلام إلى العامة وتبسيطه، ثم إن هناك خاصية في الفكر المغربي تمثلت في إنزال علم الكلام إلى العامة، اضطرت هذه الخاصية المصلحين تباعا إلى تبسيط مضامينه واختصاره حتى يسهل على الناس تناولها والاقتراب منها، وحتى لا يسبب ذلك نفورا لهم وبعدهم عنها. وعندنا نصوص كثيره تدل على هذا الابدال المغربي، مثلا عقيده المرشده القرانيه ام البراهيم، هذه المصنفات التي كان عوام المغاربه يحفظونها، وهذا الامر لا تكاد تجده الا عند المغاربه. ثالثا، من معالم المنهج الاصلاحي عند المغاربه محاوله التجديد في المنهج الاشعري واستقلالية الفكر الأشعري المغربي عن المشرق، وكونه مدرسة مكتملة الذات والأركان ولها خصوصيتها الخاصة ميزته عن غيره، خلاف لما هو مسلم عند كثير من الباحثين بتبعية المشارق المغاربة، وأن المغاربة لم يغدروا لا موضوعا ولا منهجا، ولنا أدلة كثيرة على ذلك لا نظير بذكرها، لكن نذكر مثالا واحدا يدل على هذا الإبداع المغربي ورفضه لكل ما لا يتناسب مع طبيعة الناس أو يرفضه الاستدلال العقلي عند المغرب. في مسألة معروفة في الكلام، في مسألة الأسماء والأحكام، مسألة هذا عنوان كبير في العقيدة، في مسألة تسمية الفاسق الملي، في تسمية الفاسق الملي مؤمنا، مذهب الإمام القاضي الباقلاني رحمه الله أنه لا يجوز إطلاقه لفظ المؤمن المصيب للكبائر إلا بتقييد، هذا المذهب، إلا بتقييد لأن يقول مؤمن فاسد، بينما المغاربة رفضوا هذا وقالوا هذا لا يتناسب مع المجتمع المغربي. وإلا فنحن المغاربة
نطلق عليه كما قال الإمام ابن باز لفظ فاسق من غير تقييد. وهنا يظهر تميز الفكر الأشعري المغربي. فهذا الإمام عبد الجليل ابن باز رحمه الله يرى أنه يجوز أن يطلق على العاصي المسلم الكبائر باسم الفاسق من غير تقييد، لأن إطلاقه لا يفهم منه الكفر خلافا للقاضي البقلاني. من معالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة كذلك عدم خلق قضايا العقيدة بمباحث الفلسفة والمنطق كما فعل متأخر الأشاعرة في المشرق، فما ظل عنده مبحث عقائدي مبحثا مبسطا لحد ما، ولنا في المؤلفات المغربية خير ذلك، بل إنك تشعر بالبساطة حتى من خلال عناوين المصنفة المرشدة أم البراهين، مقدمة المراشد العقيدة الصغرى، مرشد المعين وهكذا، بينما في المشرق لا نجد هذا، نجد مؤلفات صعبة الفهم والدرس حتى على أهل العلم، فما بالك بطلابه أو بالعوام. فكتب الرازي مثلا اليوم لا يمكن لأي كان أن يقرأها ويفهمها، حتى المتخصصون يجدون صعوبة في فهمها ودراستها. من معالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة عدم التعمق في تكوين الصفات، ولكنهم في نفس الوقت لا ينكرون وظيفة العقل ولا يرفضون العقلانة السليمة والمعتدلة، وسأذكر أمثلة على ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث عند حديثي عن معالم المنهج الإصلاحي عند المتكلم المغربي الإمام عبد الجليل الديباجي. من معالم المنهج الإصلاحي العقدي عند المغاربة التزامهم قدر الإمكان بأقوال مؤسس المذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، ولذلك وجدنا في تآلف المشارقة تكاد تقرأ كتابا من كتبه في العقيدة ولا تجد ذكرا لآراء مؤسس المذهب إلا قليلا، بينما المغاربة عبر التاريخ ومنذ القرن الخامس انتصروا لأقوال مؤسسي المذهب، وهناك أمثلة كثيرة تدل على هذا من كتاب التمهيد في شرح التمهيد للإمام عبد الجليل بن أبي بكر الرابعي القروي الديباجي رحمه الله. خاتمة، أقول في الخاتمة إن المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي هو مذهب عقدي وسني وسطي استطاع أن يؤسس لنفسه منهجا مستنيرا لحل كل النقاشات المذهبية والكلامية، إن على مستوى الإطار النظري المعرفي للفكر العقدي الإسلامي، وإن على مستوى البناء الاستدلالي الحجاجي لبعض الموضوعات العقدية، بمنهج علمي دقيق ونظرة كلية واستقرائية للمنظومة العقلية الإسلامية. هذه السمات أهلته لأن يكون منظومة مرجعية عقدية لدول الغرب الإسلامي بما في ذلك دولة المغرب. فواجبنا اليوم تجاه ديننا ووطننا أن نحافظ على هذه الإصلاحات التي أسس لها علماؤنا رحمهم الله، ولا بد من الرجوع كذلك لهذه الإصلاحات، وأن نتمسك لها في حياتنا اليومية قولا وفعلا وعملا وسلوكا، وأن لا ننساق وراء التيارات الهدامة والأفكار المتطرفة التي فهمت الدين في غياب تام لآلية فهمه. فعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا ومجتمعنا على هذه الثوابت وأن نعض عليها بالنواجذ، فهذه الثوابت هي ضمان وحدتنا وعزتنا وكرامتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.